المطبخ التونسي مع ألفا. مرحبا بيكم في قناتي مع ألفا وأمل. اليوم مش نعملو بسكويت كي العرض. ايش فيه؟ فيه ملح. مش ملح. ملح فيه 125 غرام زبدة. اليوم مش نعملو سابلي بسكوي سابلي. أمل عجبها على الاخر. بروح وريهم، جيب كعبة وريهم منها. عجبها على الاخر البسكوي هذايا. الزينة متاعو من برا عجبتني، ريتها في انستغرام متاع واحد اسمه صفوين، ما نعرفش حسيلو الاسم انستغرام. ريتها الزينة هذيك عجبتني يا اخي. جربتها هايكا. الزينة متاعو ياسر محليها من برا. اما البات باش نعمل بات، يعني بات سابلي. نجمو تعملو بات سابلي عادية، 90 غرام زبدة، عليها كعبة ضم، كعبة بيض، عليها 3 مغارف سكر ولا 50 غرام سكر، عليها رشة ملح وفاني، تحبوا سائل ولا تحبوا سكر فاني. تركضوهم مليح، تركضوا الزبدة والسكر والفاني وكل شيء مع بعضه، ومن بعد تزيد البيضة نتاعك، ومن بعد تحط 250 غرام فارينة أكاها، وربع باكو، ربع باكو خميرة حلويات. هذيك الوصفة نتاع الباتسا بلي عادي، تنجموا تعملوها بالباتسا بلي هذيك عادية. لكن أنا لهنا باش نعمل برشا تعويضات، باش نعملها تقريبا بلاش سكر، باش نعوض بحاجة أخرى يكونوا صحيين أكثر خير. ونكهات نكهة بنينة، معناها باش تجي نكهة بنينة. لهنا عندي البول نتاعي اللي باش نعجنوا فيها. اش باش نحطوا أمل؟ نبداو بالزبدة. إي أعطينا الزبدة. البصل والكل. اي حطها الكل غادي الزبده. عندنا 125 غرام زبده لهنا، تنجموا تعوضوها بزيت زيتونه ولا زيت عادي. كم نصبها الكل الماء؟ صحيت كملنا من الزبده. الزبده بالطبيعه اللي نحطوا عليها نورمالمون السكر. باش نحط زوز باكويت سكر فاني لهنا. باش نحطهم شي حلي امولا باش تحطهم لنا. حط بالباكو بالباكو، صبهم صبهم الكل الكل الكل. كملت. زيدنا واحدة أخرى. صحيت. باهي توا اش باش نحطو؟ باش نحطو بداية السكر اللي هو العسل. باش نحط العسل أنا لهنا. باش نحط هكا مغرفة كبيرة ونص. أما نشدها هكا خليك كملها بالعسل الكل. هاي هكاك. الحلاوة ترجع لكم ليكم أنتوما، كيفاش تحبوا الحلاوة أعملوها. وباش نحط هوني رشة ملح، وفي بلاصة رشة الملح باش نحط ملح الليمون. في بلاصة الملح نحب عليك نكهة القروصية هذيك. بسم الله هكا باش نهز بثلاثة صوابع ونحط. الكاميرا تصور فيك من أي حاجة تعملها نفيق بيك. رفعونا بي. حطينا السكر، وتوا باش نحط البديل الاخر نتاع السكر اللي هو التمر المرحي. شريته هو غالي لما حال، لقيته تمر هي مش دقله راهو. دات سي شي يدولي نتيشه هذيك، راح نقول لها نتيشه. لحظه هايك من تونس، لقيتها من تونس، حاسيلو في اوشان ريتها. ها هايك تتباع بسيتورو، يدولي بسيتورو الباكو. هو راهو ما يحليش، ما فيهش حليوه، لكن هكا يكسر يعطي شويه هكا الحليوه، فهمت هذيك علاش تحسوا ما يحبيش. انا باش نحط منه خاطر يبنن. شده من الصفيه خاطر فيك عابر يلزم نصفيوها. لي امل لي امل لي امل لحظه نزيدو مغرفه اخرى. يعطي لون مزيان للسابلي، ويا وهكا حتى نكهه زيدا، يعطي نكهه مختلفه هكا. قلت لك عابر بكم نهبطوهم هكا. طيب باش نحط قشور البرتقال. قشور البرتقال هكا هي ينكه. اش نحطو؟ ليه مش باش نحطو الكل يا ماما؟ للنكهة هكا. ها طيب نحطوهم في الماكينة يتخلطو. وين انا نركضوهم بالركاضة ولا بالزينة عادي بمغرفة معناها، وخلط مليح. بسم الله خليطها هاكا تركض بياضة. باش نحطو البيض هاي. بسم الله ونحطوهم يكملوا زيدا هما يتركضوا. ما تبعونيش في المقادير بالضبط. اذا تحبوا عندكم البيض اللي عندي هنا صغير، وزروا قداش صغيره العظم، صغيره على الاخر. حطيت 3 في بلاصه كعبه ونص.
والفرينة لهنا عندي 400 غرام، يمكن استعمل قد قط كما استعمل أكثر ولا أقل. دونك الفرينة تحطوا حسب الحاجة. انتم ما هو نوع الفرينة؟ هاي حط لنا مال الفرينة، مش كلها، حط أكثر من شطرها. ايه صح، يزيد يزيد يزيد. خليت منها شوية باش نشوف كان استحقيت نزيد. استحقينا. فرخني خس نفرخوه. نقص فيها من هكاها ولات عجينة، هكاكا تلمت ولات عجينة، صاي ما عادش نزيدوها شيء. هيا مقاديرنا مضبوطة 100%. أنا شفيكم صار؟ لا توا سكر زيد باللفة. صحيت كلها ولات فرينة، حاسين هاكا جو الفرينة. نسينا الخميرة ما حطيناهاش مع الفرينة، نجم نخلطها راني طا. عندهم مشاكل الجلوتين، انشي والا انشي فيكول دو بوم دو تيغ ولا فيكول دو مايس، انشي عاد ولا دقيق دقيق القطانية في بلاصة الفرينة، في بلاصة الفرينة تعملوها. نورمالمون هي ترتاح، اما نحنا بالطبيعة مش باش نخليوها ترتاح. نعطيك القلقالة مال وانت حليلنا بالقلقال. القلقال ما تنزلش كيما الباتا مودي، تبدا تمشي هكا بالسياسه وتهز باهي. صحيت على الكل، على الكل مش في وسطك هوا، ما مشي للكل وارجع. صحيت للخراج. صحيت هاي هكاك كامل، نحبه مستويه مش بلاصه طرعه بلاصه هابطه. طبعا باش ناخذ اصفر البيضه هذه، طبعا نجي الاصفر البيضه نركضها هكا نحطها على جنب. انا بديو هذا ونحلوها هكا بطريقه هذه. صحيت الطبق هذا هو اللي عملت فيه المره فاتت البشكوت والاخر. الباكي هذايا كويسون ما نجم نزيد نستعمله، دونك خليها. نلم طاولة العجينة الزايدة. باش نجي ناخذ طاوة الاصفر نتاع البيض باش ندهنهم هكا. باش ندهنهم نجم تدهنهم واحد. استنى الساعة، هز طرف اصفر هكا، استنى هذا بدك يقطر ودهنه، ادهنها الكل هكاك. صحيت زيد هز هكاك، استنى عاد يقطر ادهني بعد كلها الكلها. باهي امل هي تعمل هكاكا وانا هاش باش نعمل لكم الزينه اللي قلت لكم عليها محليها. نجي مثلا ناخذ هكا بالفرقيطه هي بيدها، نعمل هكا ونعمل هكا، وبعد نجي شطرها بركة مثلا ونعمل هكا وهكا، نخلي شطر الاخر بلاش ولا كلها تحبوا تعملوها كيف كيف. هاي انت امل اعمل هذوما اللوطانيين باش انا نجم نقدرهم ياكم شطرا يظهر لي هكا وهكا وهك هك وهك وهك. النتيجه ما تراوها كان كي تيب. وامل هاي كملت دهنتهم لنا الكل اللي قديناها نحنا. لا وهي هذو ما قدش هلا نحطوها طاوة في الفور على 180 درجه 10 دقائق ونوريهولكم ان شاء الله. انا نختار هي هاو طاو البشكوت نتاعنا هاو كطاب سخون مزير وريحته كيفاش امل. تنجموا راهو البشكوت طولوا عليه تشوفوا اذا بدا يحمر من اللوطه طفيوا عليه وتشعلوا من فوق باش ياخذ هيك اللون والزينه هذيك المزيانه. حرقتك لم شم ريحتها بنينه. خليني كي هاد تو
البسكوي نتاعنا ها هو حضر الكميه هذه اللي طيحها لنا. ومش يعجبكم في حكه اخرى وصفه اخرى وبسلامه. هز كعبه حلها وريها لهم ماما. كعبه بارده ليه سخونه ذيك؟ ذيك سخونه ذيك. ليه ها هو قلب هذا مثلا. حلها حلها وريها لهم. زيد حلها بالسياسة وريها لهم بالسياسة بشوفوا لها الشاشة متاحها. هكاك صحيت هكاك هاي ذوقها انتي وقول لنا طا. بنينة بنينة. السكر كما قلت لكم اعملوا كما انتم مستانسين. متبعونيش في السكر. بالنسبة لي انا هذا صابات خي بيان. وهذه وصفتنا كانت لليوم. هذا وصفتنا كانت ان شاء الله يعجبكم في حلقة أخرى وأسوأ أخرى بسلامة. بسلامة. إيه سلامة. أما أنا أخرى تنجمو تعرفو شنو عملت ماما الفيديو نتاعها كل شيء كل شيء تنجمو تعوضها كيفاش ماما تعملوها تو تعود تستعملها منك وتتعباوها. أنا تفشو الفيديو نتاعها مش تتعباوش كتا تعمل شتي بنتي.